Bonjour, bonjour, c'est Bahel Khir, c'est Bahel Foul, Nassil Kolla, la Oussala Bika, Fadad Jdid, mais si c'était à faire, si c'était à faire, n'est autre que Success Story, mais d'une manière revisitée. L'objectif Mtéha est d'inspirer les éditeurs, le parcours Mtéha, les invités Mtéha, et que le mal en halou norm les profils, bêche ces dossiers, t'es fait ou acteur. Lyoum, j'ai un autre profil différent, ou un jeune étudiant, même un jeune étudiant, il est écrivain, il est activiste dans la société civile, le parcours Mtéha ou Moukhadram, mais Kharj Zouz Ktoba, tu te rafales, comme ça, لولاني يمكن تعرفوه ديريكتومون الكتاب الاولاني نتاعو هو كان لي انسومي دونك وبعد الكتاب الثاني نتاعو هو في 2019 خرجوا اللي هو اي سون بارمي نو هو لو فونداتور دو فهمولوجيا وتوا هو عنده البوست اوسي المنسق الوطني لفهمولوجيا يكمل في الماستر نتاعو تاو في السوسيولوجي سعداء جدا باستضافه اليوم بحذانا مهدي شريف مرحبا وبيك اكثر عايشك عسامة صباح خير الناس كل ومرحبا مستمعين اكسبريس اف ام alors في assisté de terre faire l'objectif est de t'arrive عليك نتعرف على البروجرام تاعك زاد كيف كيف باش يكون عندنا ديبا معاك بارابور زاد لي ليفر وزاد كيف كيف المواضيع اخرى وزاد كيف كيف باش نتعرفوا على الموند نتاع الموسيقى نتاعك حاضر 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 هي البرشه دونك نمشيو ديريكتومون للروبريك نتاعنا الاولانيه اللي هي ان جور ان ديستان ان جور ان ديستان مهدي شريف الوغ وين تولدت العائله الوغ انا دونك مهدي شريف تولدت في تونس تولدت في تونس ولكن عشت فين في تونس فين في تونس يظل لي بالضبط في المنزه التاسع اوكي تولدت في المنزه التاسع ولكن انا امي من بنزرت اوكي ومن جهه بابا اصلنا من قفصه داكور ولكن بابا كبر وتربى في باب جديد لهنا في تونس داكورد بحكم خدمته هو بابا يخدم في وزارة الخارجية عشنا برشا لبرا يعني عديت 10 سنين من طفولتي بين تونس وفرنسا وأمريكا وسويسرا مثلا وهذا الكل خليني دونك في قرايتي قريت في السيستم الفرنسي بحكم أنت كي بصفة عامة في الخارجية كي خرجوا صغارهم معناها لي ديبلومات يقريهم في السيستم الفرنسي باش ما يصيروش كي القصات في قرايتهم بحكم السيستم الفرنسي موجود في برشا متواجد في اكثر البلدان فوالا في برشا بلايص في العالم اخوه مش اخوه عندك اخوه عندي خو عندي خو صغير اسمه عمرو اللي نحييه عمر توا يعمل في تيز في دكتوراه في فرنسا وهو ان شاء الله خو المادي توا يخط عليه مازال في الماستر اما ان شاء الله على دونك في المكتب كنت كل حسب ما فهمت قلت 10 سنين البارد دونك كنت تعمل في الخارجيه دونك 4 سنين يعاود يرجع لتونس بعد تو يمشي لبلاد واحده اخرى سي سا بالضبط دي موندا دو 5 ans يخرج 5 سنين الخمس سنين الاولى مثلا خويا عمر تولد في امريكا واضح مثلا بحكم عشنا غادي وغيره دونك رجعت لتونس ديفينيتيفمون ديزون المره الاخرى عمري يمكن 13 ولا 14 عام تقريبا معناتها ما عندكش لا نوسيون باش نقولوا طلعت كبرت نوسيون نتاع حومه ولا معناتها وجروب نتاع صحاب اللي قعدتوا كبرتوا ببعضكم والله كل مره وين تمشي تلقى روحك عندك تخلق ان انفيرونمون واحد اخر اللي هي حاجه باهيه وحاجه خايبه انا مثلا فما حاجه ما عنديش مساله الانتماء الجهوي مثلا بريسك مش موجوده عندي بحكم صحيح بابا عنده انتماء وامي كيف كيف فوالا وكبر هنا انا عندي الانتماء لحاجه اسمها تونس اوكي فهمت حاجه اسمها بلاد وهذاك هو يعني بحكم كما قلت انت الاغلبيه طفوله لبرا اي زاد كيف كيف متصور اللي هي حاجه باهيه اذا كان نجم نعتبرها انك كل مره تلقى روحك في مجتمع في محيط وكل ملكه نتاع انك كيفاش تتاقلم كيفاش تتاقلم واكثر من تتاقلم الحاجه الباهيه كي تتنقل يعني من بيئه لبيئه من انفيرونمون لانفيرونمون هي يعني اللي تعلمك قداش معناها فهم الناس ليك ولا صورتك عند الناس هي مصطنعه قداش انت فينالمون كي تتعرف على ناس جدد وكي تقابل ناس جدد كي تقدم روحك بطريقه اخرى وتتصرف المرات الاولى بطريقه اخرى تنجم تعطي صوره مختلفه على الاخرى ولا على اللي قبلها جمله وهذا شيء مهم ياسر وهذا شيء خلاني يعني نفهم اللي فينالمون
معناه خليني نكون حر اكثر اجتماعيا في طريقه تحديثي مع الناس، نقص لي برشا من الحشمه مثلا. يعني تعرف اللي الناس من الاخر هذا حكيت معها كخذ عليك الفكره هذه، تنجم تقابل واحد اخر وياخو عليك فكره اخرى جمله وتعاود يعني تبني راه. وزاد كيف ما تعلمت انك نتصور انك لا ديفيرسيتي الاختلاف كبرت فيه وانك تتقبل الاخر و وكذا كيف حاولت انه الغير يقبلك في المجتمعات هذوما بالضبط. هذا زاد تتعلمه بحكم فما برشا افكار ولا صور نمطيه موجوده في تونس وانا ما تربيتش عليها، ومن بعد كي كبرت معنا لقيتها وفهمتها معنا. ولكن بحكم يعني البرة لو كونتاكت مثلا مع العائله ولا ايتي تري ليميتي دونك فما برشا افكار يعني نقولوا نحن نتاع تتعدى ديريكتور من العائله فوالا ما جاتنيش نتاع حاجات نتاع الناس بين ظفرين محافظين ولا برشا حاجات ما تربيتش عليها. رجعت هنا عمرك 13 سنه وكملت تعليمك في السكوندير معناتها في تونس هكا ولا؟ بالضبط كملت تعليمي ولكن باقي في المنظومه التربويه يعني الفرنسويه. وفيت ماجور دو بروموسيون في الباك اي في الباك نجحت الاول في الليسي بشعره يعني زهرت لي بصراحه اما نجحت الاول في الباك شخبيت لورينتاسيون مرتا؟ والله التوجيه هي حكايه التوجيه مش التوجيه في الجامعه انت سبيسياليتي في الباك سيانتيفيك وقتها باك سيانس عباره باك سيانس اي شخبيت وقتها في التوجيه انا نذكر وقتها حبيت نمشي نقرا في امريكا وكنت حاطط في مخي باش نمشي نقرا في اقوى كليه في العالم اقوى جامعه في العالم اللي هي هارفارد بيسكو انت نجح برو بيسكو انا ديما ننجح ديما ننجح الاول ومن اللي عمري 15 ولا 16 دخلت في الجمعيات والنوادي قالوا لي باش تمشي تقرا في امريكا لازمك تدخل للجمعيات ولا تكون ناشط دونك دخلت وعملتهم الكل وفرحان بروحي بروفيلي طياره قلت مستحيل ما نتقبلش على ماني واثق من روحي وعطي ما عندي ما قدمتش في التوجيه التونسي وما قدمتش في التوجيه نتاع فرنسا اللي عندي فيه الحق وقتها بحكم القرايه عاد الخدمه تجيب والحمد لله ما تقبلت في حتى تقبلت في حتى فاك من العشره اللي قدمت لهم دونك الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي دونك لقيت روحي في وضعيه وين وين رصات لي يعني نعمل اني بلانش مش رصات لي هو انا شديت صحيح وقتها مع العائله قالوا لي ادخل اقرا بريفي قيد اي حاجه قلت لهم خليوني نجرب بعض الحاجات حبيت نعمل مشاريع حبيت وكل عام هذاك فادني برشا ديجا عندي مش نقسم على زوز اسئله العام هذاك تقبل الشيك باسكو كما انت تبارك الله كنت انك تكون ناجح وتلقى روحك تعدي في عام اون اني بلونش معناتها كلك بار سوبي من بعد انت قررت باش كيفاش كنت تقبلك الحكايه في الوقت هذاك؟ والله على ليبوك على ماني على ما كنت يعني كما قلت لك الثقه في النفس كانت قويه بالنسبه لي صارت غلطه في السيستم وانا باش نعدي عام وباش نعاود نقدم فهمت صار هما عندهم هما سيستم غلط سيستم غلط مش انا بروفيلي ما تعديش دونك انا في وقتها كنت راه فيك العام هذاك اللي باش نستنى عوايا ما يسالش هما يحبوني نستنى حطوني في سال داتونت حطوني نصبر شويه من بعد العام اللي بعده نتقبل داكور هذيك علاش شديت صحيح في العام اي في بالي باش نعاود نقدم وفي بالي مازلت وقتها فيك الفكره هذيك والابرونتيساج في الاني بلونش نو عملت برشا حاجات عملت وقتها انا وقتها بديت نتغرم بالمنظومه التربويه أوكي. وبمساله سلاح التعليم وكل عام هذاك دخلت فيه في برشا جمعيات نشط مع برشا ناس خدمت افيك ان ثينك تانك جيت استاجير في ان ثينك تانك على ليبوك وهذا الكل خلاني نبدا نخمم في حكايه الكتيبه وقتها جو دوفي افوار 18 ans 18 سنه ونسكن حدا جدي وانا انكور اون فوا مزار الحمد لله معني في حاجه اخرى انه جدي يرحمه كاتب يكتب هو بيدو كان في الخارجيه وكتب برشا كتب على تاريخ معناها علاقات تونس بالخارج وتاريخ الوزاره وغيره دونك لقيت روحي في وضعيه وين عندي يا موديل عندي شكون الرفيق قاعد يكتب وجاتني فكره انه حتى انا نجم نكتب وعامتها خدمت مثلا على كتابي الاول اسمه ريفليكسيون دان اليف انسومي خواطر يعني تلميذ متمرد اللي هو الى يو ان سوكسي معناها اكسترا اوردينير
رغم اني ما طبعتش منه برشا، رغم انه ولكن فكره انه ورغم داير انه المحتوى ماهوش حاجه انا توكي نعاود نرجع له ونعاود نغزل له، سي نورمال انه معناها اللي عمرهم 18 ما يكتبوش كتب، معناها فما علاش سي سي قاعد تكلاشي في روحك تكلاشي في لا خاطر واقعين هذاك هو اي زيد دوسي ما تقللش من قيمه الفكره خاطر مهمه ياسر مهدي زيد دوسي انت متواضع مي انك تعمل عام سباتيك لاني بلونش وفي لاني بلونش بربي شعملت نجم نكون والله قاعد نلعب ونفادلك وكل شيء وكذا والله في العام لاني بلونش هذيك خرجت كتاب تحب ولا تكره سي فري يقول انت لونفيرونمون مي تخمامك كان استغلالك الوقت كان بطريقه ايجابيه جدا معناتها والحمد لله وهذا خاطر زاد معناها انا فما حاجه مثلا اقولها انا مغروم بالشيء هذاك انا مغروم بسلاح التربيه يعني لو كان جيت مغروم ما نعرفش انا نقولوا نحن الطبخ مثلا مغروم انا طبيخ زعما كانت الناس تهتم بيا هكا وكانت الناس تركز معايا ونمشي نحكي في الاعلام فهمت يظهر لي اكثر ما نعرفش حتى الناس تعرف الميك اما السكسي اللي خذاه الكتاب وقتها جي في انورميمون دو ميديا وخدمت مع برشا ناس ومع برشا جمعيات ومع برشا جرد هالكتاب هذا الاول جي في تيديكس تولك جي في ان تيديكس ابسوليومون تعديت في تيديكس حكيت على 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 تجربتي فهذا الكل انا راه ظهر اني تغرمت بالمساله هذه ومانيش كان جيت مغروم مثلا انكور اون فوا نقول لك بالكره كان جيت مثلا مغروم بالكره واحد سانوري با ايتي لا ميم شوز دونك سي ان كو شانس بالنسبه لي لا ديما ما نتقللش من القيمه نتاع خاطر اذا كان كل واحد يحاول يخلق بطريقه ايجابيه ويحاول يمباكت انت حاب نتصور في الكتاب نتاعك تتقاسم افكارك مع اي معناتها العباد الفاعلين ولا العباد مش فاعلين ستوديون العباد اللي كيفك تقول هاو انا شنو نقترح وكذا معناتها ما قعدتش جوست تقول وكهو وعلاش وكيفاش اعطيت خواطر اعطيت اقتراحات نتصور باش يكون معناتها باش تكون فما تغيير ويكون فما حاجه تعاون اللي باش يتعديه بعدك بالضبط هي فكره الكتاب جيت من تجربتي في المنظومه التربويه يعني انا ما كنتش فرحان في التعليم علاش ما كنتش فرحان بالتعليم علاش مانيش فرحان تحبوا تعرفوا شنو هو مهدي علاش مش فرحان بيه وشنو هو اللي ماهوش عاجبه اقعدوا معانا نمشيو فاصل ونرجع